بيقول لي ذا دايجرام شوز ايسوسيليس ترينجل اي بي سي، واضح ده انا عندي تو ايكوال سايدز اي بي واي سي 17.5 في كل واحده وتحت 28 زي ما مديك في الداتا هنا. كالكوليت ذا اريا اوف ذا ترينجل، خلينا نتفق مع بعض ان احنا عارفين ان الاريا اوف الترينجل هاف، وقلنا مع بعض كده سايد باي سايد باي ساين الانكلودد انجل، سايد باي سايد باي ساين الانكلودد ايه؟ انكلودد انجل. قال طب مستر ياسر انت عندك 3 سايدز بس ما عندكش ولا انجل. قلت له الكوزاين لو بيساعدني هنا واقدر اجيب اي انجل وبراحتي على فكره، اجيب انجل اي او بي او سي، ثلاثه صح، اي واحده فيهم صح. طب ايه هو يا مستر الرول بتاع الكوزاين لو اللي كان بيعمل حاجه زي كده؟ هقول له الرول بتاع الكوزاين مثلا صحيح اجيب انجل اي مثلا، هقول له يبقى يا مستر ياسر هبدا بكوزاين اي وابدا اقول له كده، وفي الاخر بحط نيجاتيف اي سكواد، وهنا عندي بي سكواد بلس سي سكواد، وعندي 2 بي سي زي ما علمت ولادي. لما ببدا هنا كده بايه لازم اختم في الاخر بنيجاتيف اي سكواد، اوكي، والباقي كله اللي في النص يا محترمين بيكون عباره عن التو لترز التانيين اللي هم البي والسي، اوكي عشان ما ننساش. قال طب ايه الاي والبي والسي؟ طالما عندي هنا كده انجل اي يبقى ده هنا كده اي سمول، دي انجل بي يبقى ده كده بي سمول، دي انجل سي تبقى دي كده سي سمول، وحد اعمل سبستيتيوشن بالكلام ده. البي عندي 17.5 يبقى احط 17.5 سكواد بلس السي عندي 17.5 يبقى 17.5 سكواد ماينس الاي عباره عن 20 اي سكواد، وتحت هحط 2 واحط 17.5 وكمان 17.5. عشان نجيب انجل اي انا لازم اعمل شيفت كوزاين عشان بس افكركم، واكتب كل البراكت ده جواه. هو طب يلا يا مستر اعملها لنا كده، فهعمل كده يا محترمين واقول له شيفت كوزاين وهعمل فراكشن، وقول له اول حاجه 17.5 سكواد بلس كمان 17.5 سكواد، هقول له ماينس 28 سكواد، وهنزل تحت واقول له 2 ملتبلاي 17.5 وكمان 17.5، هطلع بره واقفل البراكت واقول ايكوال، هيطلع معايا الانجل 106.26. يبقى عندي انجل ايه يا شباب يا محترمه عباره عن 106.26 ديجريز. بقى عندك ميجر انجل ايه؟ يعني عندك ميجر انجل في المكان ده يا مستر، وعندك السايد ده، وعندك السايد 17.5 و17.5. جبنا ميجر انجل ايه يا شباب؟ هبدا ارجع بقى للرول ده واقول له هنا يبقى الاريا اوف التراينجل عباره عن هاف، هاخد يا مستر انجل ايه فوق عندي اهي، فهاخد السايدز اللي حواليها 17.5 وكمان 17.5 واحط ساين ال 106.26 وهبدا احسب ده كله بالكالكوليتر. هعمل كده طبعا، دي موجوده عندك ايدي جاهزه، لو انت عايز تطلع اكيوريت يبقى اعمل ساين الانسر ده، يبقى انت جاي جبت ساين اخر حته دي جبتها اللي هي ساين ده، اوكي. هترجع تقول لي يا مستر ياسر الساين دي بقى هتعملها ملتبلاي 17.5 ملتبلاي 17.5 ملتبلاي الهاف، اكتبها من ورا قدام يعني، طبعا ممكن 0.5 وممكن 0.5 على طول ما تفرقش معايا، تبقى ايكوالز يطلع معايا الاريا 147.26.